اهلا بيكم على الكنبه. لقاءنا النهارده هيكون مع فيلم تراجيدي بس واقعي. كلنا بنشوف شاشات التلفزيون، انا ما بشوفهاش، شاشات السيسي، لكن انت اكيد بتشوفها لو انت عايش في مصر. بتوريك ان مصر يوتوبيا، دوله فاضله، المدينه الفاضله والشوارع الجميله ومفيش ظلم، واحلى عصر في الدنيا هو عصر السيسي، والدنيا كلها خضار في خضار، وان الناس في عصر السيسي ناس تانية خالص، وان مصر بتنهض. اوكي، انا اوريك بقى مصر في دولة السيسي من الزاوية التانية، من زاوية تانية خالص، زاوية لتحت. لا 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 لا، مش زي ما انت متخيل، عشوائيات والكلام ده، لا خالص. اوريك مصر من زاوية ناس اغنية بس ما لهمش اتصالات. نشوف مصر بقى عكس مصر اللي بتشوفها من كاميرا السيسي، كاميرا سينرجي، كاميرا المخابرات، كاميرا المقدم شعبان. شوف الفيلم ده 7 دقايق بالظبط، وبعد ما ترجع هنحلل الفيلم ده سوا. يلا نبدأ الفيلم. دي شكوتي للسيسي من رجالة جهاز العبور. ايه رأيكم؟ واسم العبور وشرطة التعمير دخلوا المكان، بيقولوا ان هو مخالف، ودخلت علينا قوة، ودب دب كسر 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 كسر. ايه رأيكم؟ هي دي قرارات الإزالة؟ الشاشات سرقوها وخدوها. ايه رأيك؟ بص التكسير، بص التكسير، بصوا. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ مروح كسر كسر. هي دي قرارات الإزالة؟ دي قرارات الإزالة يا حكومة، دي قرارات الإزالة يا سيسي اللي انت بتقول لرجالتك يعملوها في الناس. الناس اللي عاملة قروض وبتصرف وبتدفع وبتدفع ضرائب، دي قرارات الإزالة يا سيسي، دي قرارات الإزالة. عايزانا نشتغل ايه؟ رقاصين ولا بتوع دعارة؟ يعني انت عايزنا نشتغل ايه؟ حد يقول لي انت عايزنا نشتغل ايه؟ ايه رأيك في السكريت؟ ايه رأيك في الحاجة اللي بالشقة والغلا والكوة واللي بالقروض، بالقروض بفوائد؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ طب انت داخل تعمل قرار إزالة، بتخش تكسر المكان من جوه كده يرضي ربنا؟ ليه؟ ليه؟ ده قرار إزالة ايه ده؟ يعني انا قرار إزالة ده؟ وقول لي ده قرار إزالة ايه؟ هي دي قرارات الإزالة؟ وهي قرارات الإزالة مش المفروض ان هي موقوفة عشان التصالح اللي احنا عاملينه؟ وما احنا عاملين تصالح ليه؟ السماعات تتكسر، الحواض تتكسر، الرفوف تتكسر، كل حاجة تتكسر، ليه؟ ليه؟ ما خلوش رف إزاز، ليه؟ انتوا بتروحوا تقولوا لهم افطروا في الناس؟ دي قرارات الإزالة؟ دي قرارات الإزالة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بص التلاجة، بص الحاجة، ليه؟ ليه؟ هي دي قرارات الإزالة؟ رد عليا، يعني حتى اللي عمل التلاجة راح مبوظها منها عشان ما تشتغلش تاني. ليه؟ ليه؟ انت بتقول لهم روحوا انتموا في الناس؟ واخدين جوزي، شرطة التعمير واخدة جوزي، واسم العبور واخد ابو ولادي، وواخد اختي، وواخد 2 من اللي شغالين معايا. ليه؟ ده انتوا لو داخلين لقينا بنعمل الفحشاء والمنكر، ولا لقينا، ولا لقينا بنبيع مخدرات، مش هتعملوا فينا كده. ايه رايك؟ ده ما خلوش. بص ليه؟ 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 هو سؤال ليه؟ يعني داخل داخل يعمل كده ليه؟ اللي داخل داخل يعمل كده ليه؟ ها؟ داخل يكسر روح ازاز ليه؟ داخل يكسر برواز ليه؟ داخل بص 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 الخراب، بص الخراب. ايه رايك يا سيسي؟ ايه رايك؟ ايه رايك يا نائب يا عين؟ ايه رايك يا حكومه؟ ايه رايك يا بلد؟ واحده زي اتعمل كده فيها تعمل ايه؟ انا عايزه حد يقول لي واحده زي اتعمل. الشاشه خدوها، 3 شاشات متاخده، طب كنت تكسرهم بالمره. واحدة زي ست عاملة قروض على 10 سنين، شقيانة وطلعانة عين اللي جابها، تدفع اقساط، يتعمل فيها كده ليه؟ يتعمل فيها كده ليه؟ حد يقول لي ليه؟ ليه؟ عشان مخالف؟ عشان يا حول الله يا رب خدتوا سكن وعملتوا مشروع. طب انا مقدمة على تصالح، وصاحب العمارة مقدم على تصالح، نعمل لكم ايه تاني؟
يعني نعمل ايه تاني؟ ايه رأيك؟ بص بص الكفر، بص الكفر، بص الكفر، ما خلوليش باب سكوريت غير ما دغدغوه، ما خلوليش مراية غير ما دغدغوها، ما خلوليش جهاز غير ما دغدغوه. انا اعمل ايه؟ مين يجيب لي حقي؟ مين يجيب لي حقي؟ مين يجيب لي حقي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، عشان يا ست شقيانة كل جنيه في المكان ده. حسبي الله ونعم الوكيل، مش عايزين يسيبوني في حالي. اعمل ايه؟ طب حد يقول لي انا اعمل ايه؟ ابيع مخدرات عشان يستريحوا؟ بص التنده، التنده دي انا لسه مكلفاها من 4 ايام 100,000 جنيه حديد وصاج، وتنده في جنينه، يعني جنينه المكان اهي، انا مش مخبيه حاجه، جنينه المكان وزرعاها وعملت تنده حديد. ايه الكفر اللي انا كفرته عشان يخشوا باللودر يعملوا كده؟ ده سور، السور اللي زي ده المفروض انا ليا سور هنا، دخلوا باللودر دغدغوه. طب ده السور، هو السور مخالف؟ بص السور دغدغوه ازاي. بص وسع كده عشان اجيب لهم كلمه تم غلق، لحسن يقولوا ان انا كنت مسرحه نسوان ولا حاجه. ايه رايك؟ بص بص الدواليب بتاعه البضاعه، خدوا البضاعه كلها، خدوا البضاعه، يعني البضاعه خدوها. طب انت لجنه نصب ولا لجنه سرقه ولا نقلت ولا لجنه غلق؟ والجهاز اللي بيسجل الكاميرات خدوه. ايه ولا ولا وعامله هنا كاميرات، خدوا البتاع اللي بيسجل الجي في ار، خدوه. ايه رايك؟ بص السلك وبص الحديد والصاج، اقسم بالله 100,000 جنيه ولا نيجي لها. طب الزرع عمل لهم ايه؟ عامله جنينه، الزرع عمل لهم ايه؟ ايه رايك؟ بالله عليك ايه رايك؟ انا عايزه حد يقول لي ايه رايه. مش احنا في بلد وفيها قانون؟ انا بقى عايزه حقي، انا عايزه حقي يا بلد، عايزه حقي يا بلد، عايزه حقي يا سيسي، عايزه حقي من الناس اللي انت ملبسهم بيدل ونازلين افترا في الناس، عايزه حقي من كل حد جه عليا وظلمني. انا ماليش دعوه، انا عايزه حقي، انا عايزه حقي. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ شفتوا الخراب؟ شفتوا الخراب؟ طب انت داخل لجنه ازالات، ايه اللي انت عملته ده؟ مش بتيجي تقول للناس يا ناس انتوا مخالفين؟ طب ورى لهم هم مخالفين في ايه؟ واللي بيجي مخالف بيخش يكسر في الحاجه من جوه؟ يعني انت اقنعني، دي لجنه، دي كده لجنه مخالفات؟ ها؟ دي لجنه مخالفات؟ ايه رايك؟ ما خلوليش اي حاجه في، بص ما عرفش يكسره راح كسره بقلب الطوب، هو ده مش متركب، ده كان واقف على الحيطه، انا لسه بوضب. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه؟ وبتزعلوا لما الناس تصور. ايه رايك؟ ايه رايك؟ شايفين عملوا ايه؟ كسروا الباب وخدوه، دغدغوا لي الدنيا. طب ايه المخالف؟ حد يقول لي ايه المخالف؟ ان انا مغيره بدل ما هو سكني عملته مشروع، عملته مشروع خدمي، ده كل اللي انا اذنبت فيه. طب اشتغل لك رقاصه ولا اروح ابيع لك مخدرات؟ انت قول لي بقى. ها لما متر المحلات ب 50,000 وب 70,000 نعمل احنا ايه؟ ها حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا هو العزيز المنتقم الجبار. شفت الفيلم؟ خليك معايا بقى. اغلب او 90% من اللي عايشين في مصر عارفين ان مصر مش دوله قانون، وعارفين ان السيسي وعصابته هم عصابه مش اكتر من كده، ما عدا قله مغيبه جدا، قله لسه عايشه في ميه الليفت وعايشه بتعاني، بس بتقاوم بتعاند. انما كتير من اللي عينهم فتحت في مصر وعقولهم اشتغلت ادركوا ان السيسي وعصابته هم عصابه حراميه لصوص. الفيلم ده زي ما انت شفته كده فيلم واقعي جدا، لا في تمثيل ولا في إضاءة ولا في أي حاجة، فيلم رياليتي حقيقي جدا. الست مظلومة في حتة أو في مكان في القاهرة، فتحت مركز تجميل في أحد العمارات، ومركز تجميل في حمام تركي، في كوافير وفي مانيكير وفي حاجات كده، أوكي؟ مشروع حلال 100%. أتحدى حد شيخ يطلع يقول المشروع ده حرام، مشروع حلال اهو، بيزنس وبيزنس حلال. الست حطت فلوسها كلها اللي تملكه
في المركز ده، واستلفت واخدت قروض من البنوك واشترت حاجات تانية لما المركز مشي معاها. كان ممكن المركز ده بعد سنتين تلاتة يتوسع ويبقى له فروع، لكن فجأة اكتشفت الدولة العصابة ان المركز ده بياخد فلوس عايزين ناخده، وقالوا انه مخالف. الست بتقول في الفيديو انها قدمت تصالح. اوكي، لو انت في دولة قانون تستنى التصالح واجراءات التصالح، لكن لانك في دولة العصابة فاللي حصل ان وجهوا ليها رجال شرطة ورجال انفاذ قانون وتعاملوا مع المركز زي ما انت شفت كده. اوكي، خلينا دلوقتي بقى نحلل اللي حصل ده. اولا الست مظلومة جدا وشكلها يعني في مأساة، هنشوف مصير الست دي بعدين او هنتوقعه مع بعض، لكن تعال نحلل اللي حصل. اللي حصل ده يؤكد لك انك مش في دولة قانون، دي دولة عصابة. وفي دولة قانون في اجراءات بتتبعها القانون، ولو في دولة قانون ما يحصلش اللي انت شفته ده، مفيش تكسير مفيش سرقة. لكن المركز اتكسر اتسرق اتحطم، حتى الشجر الاخضر ما بقاش ورور زي ما بتقول سعاد حسني، ده اتكسر. ده اللي انت شايفه دلوقتي قدامك ده او اللي انت شفته ده منطق قوة. كل اللي عايشين في مصر 90% منهم مدركين ان دي دولة عصابة، حتى اللي بينفذوا القانون مدركين ان هم في دولة عصابة، وان هو لو ما نفذت بالشكل ده او لو ما نفذت سيبك من الشكل ده اللي فوقيه هيطحنوا ويدخلوا السجن. منطقين اتحكموا في الفيلم ده. اولا اتحكم منطق الغابة، منطق الغابة اللي خلى مجموعة من الرجال وقوة بوليسية تتجه الى هذا المركز وتعمل فيه اللي انت شفته ده، تكسير تحطيم اتلاف سرقة. فمنطق الغابة، ليه منطق الغابة؟ لانه في منطق الغابة القوي بياكل الضعيف والضعيف بياكل اضعف منه. دول مجموعة من الرجال، على فكرة دول ضعفاء اللي جم نفذوا القانون دول وحطموا المركز زي ما انت شفت كده، دول ضعاف جدا. عارف ليه ضعاف؟ لانه لو قاوم يعملش كده. دول ضعاف لان هم اللي فوقيهم بيضربهم على قفاهم بالجزمة، اللي فوقيهم بيضربهم واللي فوق فيهم بيضربهم واللي فوق فيهم بيضربهم وبالتالي يفضل القوي يضغط على اللي تحت واللي تحت يضغط على اللي تحت اللي تحت لحد ما تيجي ست زي دي كده. الست دي يخشوا المركز يتلفوه في نوع من الغل، يعني ده مش انفاذ قانون، ده غل، ده حقد. انه يشوف مراية حلوة فيكسرها ده حقد، انه يشوف لوحة او بتاع فيتلفها ده نوع من الحقد، انه يشوف حوض او حنفية فيكسر فيها ده نوع من الغل. ده مش قانون، ده مش تنفيذ قانون ولا روح قانون ولا روح امه. ده انت قدام واحد مغلول، واحد حاقد على الغني، واحد عايز ينتقم من اللي تحت منه. بالظبط ده اللي بيحصل في مصر. الضابط بيضرب المغبر او امين الشرطة، امين الشرطة يضرب المغبر، المغبر يضرب المواطن في الشارع قدام ولاده ومراته، الراجل اتضرب يضرب مراته، مراته تضرب عياله عياله يضربوا الاضعف منهم، الاضعف منهم يضربوا الحيوانات. غابة غابة. وعشان ينفذوا القانون بالشكل الغاب بتاع الغابة ده لازم يبقوا مجموعة مع بعض زي الضباع كده، لما يتلموا على حيوان جريح تلاقي الضباع راحت متلمية عاملة تشكيل كده. فدول مجموعة من الضباع اتلموا على فريسة مجروحة اللي هي ست صاحبة الكوافير او مركز التجميل، ومسكوها نهشوها ما سابوش حاجة فيها، كسروا الحواض، كسروا الحاجات التابلوهات، كسروا الازاز البلور كل حتى الشجر حتى السور. هم عايزين عندهم روح انتقام، انتقام من مين؟ من اللي فوقيهم مش من الست. هم بيخلصوا اللي بيحصل فوقيهم من اللي فوقيهم بيخلصوه في الست. ده بيتسمى منطق الغابة. وادل مشهد على ده اللي شفناه من تكسير لحاجات مالهاش علاقة بالقانون. انت خلاص بتقول المركز ده مخالف، سيبك من الست قدمت تصالح، لا سيبك من ده. انما الفكرة فكرة انك انت كان ممكن تقفله لحد ما الست تيجي تاخد حاجتها وبقى انت تهد المبنى ده لو عايز تهد، لكن هما دخلوا حطموا كل شيء. الغل واضح، الحقد واضح جدا. المنطق التاني اللي حكم الفيلم ده هو منطق الحرامية، اللصوص. اللصوص الحقيقة اللي دخلوا أخدوا الشاشات، شاشات جايبها الست زي ما بتحكي في الفيلم، أخدوها ونزعوها وخدوها ماشيين، خدوها هيقسموها على بعض. أنا ظني وأكاد أجزم بأن لو حرامية دخلوا سرقوا الست دي ذات ليل ما كانوش هيتلفوا المركز كده،
كانوا هيفكوا الحاجات ويسرقوها ويسرقوا البضاعه. رجال انفاذ القانون او الضباع الجائعه دي دخلت سرقت البضاعه بتاعت الست، البضاعه اللي بره واللي جوه، واتلفوا الدنيا كلها وسرقوا الشاشات. هل ده قانون؟ مش قانون. والست دي لو هتروح تشكي اللي فوقيها، اللي فوق دول حرامي زيهم. فالناس دي فاهمه ان السيسي ومراته واولاده واحمد شعبان وعباس كامل حراميه وبيسرقوا، احنا بنسرقش احنا ليه كمان ليه؟ لان السيسي الحقيقه عشان هو لص وعشان ما فيش رقابه عليه، فعايش بمبدا اللص يعيش، على فكره كده، بمبدا عيش وسيب غيرك يعيش، يعني اسرق وسيب غيرك يسرق. ده منطق اللصوص على فكره. يعني اللص الكبير بيبقى له عيال كده مشاريد عصابه، تلاقي الواد بتاع العصابه يروح يسرق البت اللي بتبيع ليمون او خضار، وزعيم العصابه عارف، والبت تيجي تشكي له لا خلاص اعمل لك ايه، ويطنش للواد بتاع العصابه اللي سرق بتاعه الليمون او بتاعه الجوافه، يطنش له، لان هو كده، لان هم قايمين على لا اخلاق لا دين لا قانون. مفيش قانون. السيسي عارف ان رجالته اللي تحت منه بيسرقوا الناس الغلابه، بس هو عايش بمنطق انه بلاش يزعلوا. ليه؟ لانهم لو زعلوا هيقلبوا عليه، دول دراعاته، فخليهم يعملوا مصلحه. معلش خليه يعمل مصلحه ويخلص نفسه. سرق 3 4 شاشات، سرق مش عارف ايه، حطموا الدنيا، مش مشكله يعني، بيبزنسوا، ما هو العيال تاكل معيش منين؟ ما لازم يشبرقوا على نفسهم. اذا الفيلم اللي انت شفته ده بيتحكم فيه منطقين، منطق الغابه والغل، الغل الفظيع. يعني حتى في منطق الغابه الاسد لما بيشبع ما بياكلش، ما بيحتجمش على حد. في منطق الغابه الحيوان لو كل ينام، لكن دول ما بيشبعوش. دول الحقيقه ما في حيوان، ما فيش حيوان عنده غل. بالمناسبه ربنا ما خلقش حيوان غلول، انما البني ادم هو اللي يحمل جواه الحقد ده. لو دخل نمر او دخل تمساح المركز ده كان هياكل حد، بس ما كانش هيتلف بالطريقه دي. نفس القصه في منطق اللصوص، لو عصابه دخلت المركز ده عشان تسرق، هتدور على خزنه تسرقها، هتدور على مجموعه شاشات تسرقها، لكن مش هتتلف بالشكل ده. حتى الشجر، حتى السور، كل شيء تم اتلافه. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، ايه مصير الست دي؟ مصيرها السجن، لانها الحقيقه دلوقتي قدامها قروض اخدتها من البنوك عشان تصرف على القصه دي، لكن في النهايه مش هتعرف تدفع لانها ما بتكسبش. حاجه من اتنين، يا اما هتشحت يا اما هتشتغل في الدعاره، والاتنين يدخلوا السجن. انا بس عايز اسال سؤال، الدوله اللي سايبه، وانا زرعت ده عندي في برنامجي، الدوله اللي سايبه تجار مخدرات يبيعوا مخدرات والناس تبلغ المباحث وامن الوطن ويطنشوا، الدوله اللي سايبه دواليب المخدرات شغاله في كل حته في مصر، تيجي على ست زي دي في مشروع حلال بيزنس تتعامل معاه بالشكل ده؟ ليه؟ لان ده مش دوله قانون، دي دوله الغابه، دوله اللصوص، دي البلد يا حضرات من الزاويه الثانيه، مش من زاويه السي بي سي والدي ام سي وان تي في، لا، دي الزاويه الثانيه الحقيقيه، ان العصابه دي بتحكم البلد بالمنطق ده وسايبين الناس على بعض. انا هسال سؤال في اخر الباس ده، الست دي بقى يا ترى مشاعرها عامله ازاي؟ كفرانه بكل شيء. ما تلموش ست زي دي، لانها خلاص انتهت حلم حياتها، حلم عمرها انتهى. مش بس كده، ده كمان رجال انفاذ القانون لم يكتفوا بانهم يحطموا المركز بهذا الشكل الغلول الحقود البشع، انما اخذوا منها اهلها. الست بتقول اخذوا جوزي واخذوا ابو ولادي. طب اخذتهم ليه؟ ده انتوا دمرتوا كل شيء، باقي ايه؟ يعني الحجر والشجر والبني ادمين دمرتوهم عشان ايه؟ دي مش دولة يا حضرات، ده الفيلم الواقعي، دي مصر من الزاوية دي، عشان بس لما تشوف زوايا شاشات المخابرات اللي انت بتشوفها تعرف انها كذب افك، انما الحقيقة دي مصر اللي بيحكمها السيسي وعصابته. تحياتي.